تفضل يلا. أوكي. اوكي انا اهلاوي. ايوه يا عبد السلام. اعمل ايه؟ تشيل عيني. اوكي لحظه، هنعطيك التوب اول ما نكون جاهزين بالوقت بتاعك، هنديك التوب. بس خدي بالك انا خبره في الحيوانات. طب الحمد لله يا رب، ربنا يوفقك يا رب. توش مالك ده ولا ايه؟ احمد تفضل. توب جمل صح. واحد زرافة طبعا. اثنين دي يا اما بجعة يا اما نعامة. بجعة صح. بجعة. حلوة حلوة بجعة. تمام. ثلاثة ده ضبع او كلب. ضبع او كلب. يا ضبع يا كلب. ضبع. ضبع او كلب. 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 لا هو قريب جدا من الحاجات دي. لا ديب. 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 آه لا لا اوكي اوكي. ديب. ديب. أربعة. بقرة. 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 خمسة. 30 ثانية سقة. دي حرباية يا إما تمساح اللي هي سحلية يعني. سحلية. سحلية. لغاية دلوقتي الستة متعادل مع غادة. حمار. حمار. وبكده سبعة صفر. برافو سقة. هو برضه عايز يكمل. كمل. برافو. برافو. انت كده كسبت. كسبت. بفارق. ايوه بفارق نقطة طبعا لو كنت قعدت أكثر كنت. اوكي. حلو. برافو عليك. برافو 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 برافو. عايز ايه؟ عايز قطرة. قطرة؟ محدش قادر عليه. هنديك قطرة. نعمل ايه؟ جبنا له حيوانات كسب. جبنا له خلاص بري. لا انا خبره في الحيوانات والله بحبهم جدا ما عدا الفصيله القططيه. فصيله القطط والاسود والنمور الحاجات دي ما ماليش فيها. منها. اه يلا اي بقى. حاجه تانية بحبها بخاف منها. تابعوني عشان تعرفوا سؤال النهارده وتكسبوا ال 100,000 جنيه. ولكن قبل يمكن لازم نشوف سكور مع الجمهور. كان سكور احمد 6 نقط. او ماي جاد. صار 10 نقط. لا 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 غادة. ايه غادة؟ غادة. وقلبه. وقلبه. وقلبه بقى. وقلبه بقى. تابعونا بعد البريك باغلب السقة. تحدي. تحدي في الخير. فعلا ما اخسرش حاجات كتير في حياتي. بس احمد انا زعلانه ان انا خسرته قدامه لان هو يستاهل وهو اشطر مني في حاجات كتير. والله لسه الجيم ما خلصش وغدا خصم عنيد يعني ما شاء الله عليها. فانا متوقع انها يعني موست بروبلي او غالبا هتكسب الاثنين جيم اللي جايين. لا مش متوقع ان انا اكسب مع احمد. اللعب معاها لطيف جدا جدا جدا. فحتى لو هكسبها لا مش هكسبها عشان عايز اكمل مع غدا. كنت متخيله ان هي اللعب اكسب في لعبه الارقام اللي هي بتاعت الرجلين. كنت فاكره ان انا بحفظ بسرعه. طلع هو بسم الله ما شاء الله ذاكرته اقوى من ذاكره حفظ الرقم الثاني اسرع مني. اقول لها الرجوله مش بس جنس. الرجوله صفه واتيتيود. وانت ست بيت راجل وجدعه وجملتيني في البرنامج ده جدا جدا جدا. وربنا يقدرني ورد جميلك يا ست يا بيت راجل. كان نفسك سبك بس مش زعلانه ان انا هخسر.